أصبحت تنتج عطالة أو بطالة مباشرة، وجزء كبير من هذه العطالة أو البطالة يأتي من عدم تمكن المشروعات أو المشاريع الصغيرة على الاستدامة، لأن هي التي تشغل عدد كبير من هذه الشرائح. فمعالجة أمر النساء والشباب هو أمر مهم، وكنظن كنا نتكلم على عدد من الطرق والوسائل التي لا أريد أن أستبقها. الموضوع الثالث الذي ارتأيتم في هذا الجمع المبارك أن تتطرقوا إليه هو موضوع يعني Regional and International Cooperation، الشراكة الدولية والجهوية. هو في الحقيقة هذا الشيء ديال الشراكة كان في الماضي موضة من الموضات، يعني من أجل الكوسميتكس، يعني نقولوا كاين شراكة وكاين اتفاقيات وكاين. اليوم أصبح في نظري المتواضع، ولا شك أن عدد منكم يشاطرون هذا الرأي، أصبح حاجة ملحة. لماذا أصبح حاجة ملحة؟ لأن أوجه الشراكة أصبحت متعددة، لأن المسافة التي كانت تفصلنا كبلدان كمجتمعات أصبحت أقصر مما كانت عليه في السابق. مسافة في عالم التعلم والعلم والتكنولوجيا، المسافة في عالم الأسواق والاحتياجات، المسافة في عالم التشبيك وفي عالم التمويل. إذن هذه الشراكة هي ليست شراكة من أجل أن نقول أن هنالك برنامج يلم أو يشمل العالم العربي من أجل يعني الانتساب الذي يشرفنا جميعا بطبيعة الحال، ولكن أظن أن الوقت قد حان لكي نطلع بأدوارنا بالشكل اللازم، أي في علاقة مع ما الذي نحتاجه وفي علاقة مع التكامل. أنا في نظري هذا الموضوع الثالث هو موضوع التكامل، ما هي أوجه التكامل التي يمكن للشراكة أن تحققها وأن تعطينا بطبيعة الحال يعني نتائج ملموسة. ما غنطولش عليكم مرة أخرى، كنعتذروا على التأخير، ولكن كنشوف على أنه لا زالت الابتسامة تعلو بعض الوجوه، وهذا يدل على الحماس ربما والرغبة في الانطلاق المباشر في الحوار. وكنعاود نرجع لك الكلمة، وشكرا على الدعوة الكريمة. شكرا. شكرا معاليك على هذه الكلمة الموجزة والشاملة والتي سطرت الأسس لموضوعات الجلسات التي ستكون خلال اليومين القادمين، وإن شاء الله أنه يكون الحوار بناء ومثمر من خلال وجود العديد من الخبرات والطاقات والكفاءات. السلام عليكم معالي وزير يونس السكري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والمشغل التجارة والخدمات والسياحة. المرأة اللبنانية تحتل مواقع ريادية ومتقدمة في السياسة والاقتصاد والصناعة والمجتمع والتربية. هي ليست متلقية فقط، هي مبادرة وصاحبة فكر ومبدعة في ميادين متنوعة وفي الصناعة والأعمال والتكنولوجيا. تناقش تبدي رأيها بكل حرية ومساواة في لبنان. لا تعاني المرأة من انتقاد في حقوقها، وقد حصدت كم مبادرين لبنانيين آخرين مشاريع كبيرة ومميزة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وصولا إلى أمريكا، وهذا دليل ثقة بها وبالمهارة والخبرة والتجربة اللبنانية. إني أدعو في النهاية كلمتي إلى التفكير مليئاً بإرساء قواعد ثابتة للتعاون والتكامل بين بلداننا، وأؤكد على ذلك أن التكامل بين بلداننا، ففي هذا التوجه يتحقق الازدهار. أجدد شكري للمملكة المغربية وللإسكوا ولجميع الزملاء والحضور الكريم، على أمل أن نخرج بتوصيات عملية
تخدم عنوان اجتماعنا اليوم. وشكرا. شكرا معاليك على هذه الكلمة الشاملة والهامة، واسمحوا لي أن أدعو صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور آل سعود لإلقاء كلمة فهد. تفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر منظمة الإسكوا على الدعوة الكريمة، شرفني اليوم أكون متواجد معكم، وأخص بالشكر معالي الدكتور رولا الدشتي، وأشكر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ممثلة بوزيرها معالي السيد يونس سكوري، وأشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس مجلس إدارة أك فند الداعم لهذه القمة وغيرها من المبادرات المجتمعية العربية. ومن هذا المنطلق أقول اليوم العرب أصل العلم والابتكار والريادة، ولا يخفى علينا أننا تباطأنا في مواصلة قيادتنا، واليوم وبعد الصمود لفترة طويلة لم يبقى لدينا خيار سوى الازدهار والنمو المستدام وإعادة أنفسنا لمكاننا الذي نستحقه ويليق بنا، ألا وهي ريادة العالم. كل شخص منا مسؤول عن نفسه وعن مبادرته لمجتمعه، ومن أهم المبادرات هي ريادة الأعمال والمساهمة في صنع الوظائف والمشاركة في الإضافة للناتج المحلي لوطنه. فيجب أن نبدأ بأنفسنا، وبعد ذلك يتم التأثير الإيجابي المادي والمعنوي في المجتمع. يجب أن نؤمن في بعضنا، ويجب أن نستثمر في بعضنا، ويجب أن ندعم بعضنا لكي نوصل إلى هذا الهدف، وبذلك سنرى ازدهار المنظومة العربية الريادية. ومن العالم العربي نريد أن ننطلق للعالم ونبني الجسور بين الدول العربية والدول الأخرى في العالم. واليوم ندعوكم لتكونوا معنا عن طريق مبادرات مجموعة العشرين ومجموعة ستارت أب 20، مجموعة الشركات الناشئة الرسمية في قمة العشرين، لتكونوا معنا وتشاركون أصوات الدول العربية لإيصالها إلى قادة العالم. وكذلك اليوم لدينا مبادرة أخرى وهي إكسبنور، والتي تختص بمشاركة رواد الأعمال في الإكسبو، وإن شاء الله أنكم تكونوا معنا في كل المبادرات القادمة التي سنكون جزء منها. واليوم من أهم الأمور التي نعمل عليها هي استدامة الشركات الناشئة، وبالنسبة لنا هذا الأمر هو الذي سيجعلنا نكون لدينا اقتصادات مستدامة، وكل العمل الذي نقوم به يستمر للمستقبل القريب والبعيد. فاليوم نحن أمام فرص كبيرة في العالم العربي، ومن ضمن هذه الفرص كأس العالم الذي سيكون في المملكة العربية السعودية في 2034، والإكسبو في 2030،
وكذلك كأس العالم اليوم سيكون في المغرب في عام 2030. فبالنسبة لنا هذه بعض من الفرص التي يمكن أن نستغلها ونقتنص فيها الاحتياجات التي ستكون من ضمن مشاركة هذه الفعاليات. فنحن اليوم ندعو الجميع لأن نكون أكثر ترابط ونكون أكثر تعاون مع بعضنا، وإن شاء الله كذلك أن يكون لدينا تعاون مستمر مع الإسكوا ومع شركاء الإسكوا لأجل الوصول إلى الهدف المبتغى من هذه القمة وغيرها من الأهداف الوطنية لكل دولة عربية. وشكرا لكم. شكرا صاحب السمو الملكي على هذه الكلمة وعلى دعوتك للتعاون والتشارك مع المبادرات، وأكيد الإسكوا أكيد راح تكون دائما مبادرة وشريكة معكم إن شاء الله. طيب إذا سمحتوا لي الآن سنبدأ الجلسة الأولى من الجلسات، بس مشان نوضح الأمور، الجلسة الأولى هي راح في عرض بعض تجارب الدول العربية في موضوع تسجيل الشركات وتقنين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية. عندنا أربع تجارب من أربع دول عربية ستشاركنا التجربة تبعتها، وعرض بسيط يعني مش راح يتجاوز أكثر من 7 دقائق، لكن طبعاً النقاش سيتم بعد انتهاء العرض التجارب، والنقاش سيكون مفتوح للكل. هو مش الأسئلة، لكن ممكن يكون المشاركة في كومنتس على نفس الموضوع اللي هو تبسيط وتيسير الإجراءات. طبعاً الهدف منه دائماً هو تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في تسجيل الشركات. إذا سمحتوا لي سأدعو التجربة الأولى، راح تكون من الأردن في الست إكرام السكر مدير السجل التجاري في وزارة الصناعة الأردنية، ومعها الآنسة آية ربابعة لعرض التجربة الأردنية في موضوع تسجيل الشركات. وهو صراحة أحد المشروعات اللي الإسكوا عملت فيها في الأردن حول الـ e-regulations و e-registration. إحنا مشروعين اشتغلناهم مع دولتين، إحداها الأردن والثانية سوريا، ورح نسمع كمان من الإخوان ممثلين وزارة التجارة السورية عن موضوع تسجيل الشركات. فهو جزئين، e-regulations اللي هو دليل تسجيل الشركات، والثاني هو تسجيل الشركات إلكترونياً في سوريا. تفضلي ست إكرام إذا سمحتي تلتزمي بالوقت، وبعدين آية. تفضل. السلام عليكم جميعاً، يعطيكم العافية. أنا بمثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية. أنا شغلي هو مراقب سجل تجارة المملكة، فرح بحكي بطريقة تسهيل الإجراءات التسجيلية من ضمن عملي وشغلي في الوزارة. هلأ إحنا في الأردن الحمد لله جميع التشريعات والقوانين إجمالاً تم تطويرها بحيث تسهل بدء العمل التجاري. فأي شخص بده يدخل على العمل التجاري يعني دائما القوانين، التشريعات، الأنظمة اللي بيشتغل عليها تكون سهلة مفهومة، فتسهل دخوله لعالم التجارة أو أي نوع من الأعمال التجارية. من ضمن القطاعات المهمة عنا اللي هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل أعلى نسبة من المؤسسات واللي بتشتغل فيها المملكة. طبعاً في عنا القطاعات الكبيرة، لكن إحنا يعنينا بهذا الموضوع رواد الأعمال اللي هم موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي بعضها متناهية الصغر.
لاحظت من خلال عملي أنه كان عندنا المعاناة في الأشخاص الذين يرغبون بالتسجيل دائماً، معرفة من وين أبلش زي ما بيحكوها بداية العمل، لتعدد التشريعات الموجودة لكل نوع من المؤسسات الشركات، في بعضها مناطق حرة تنموية. فالشخص الذي يرغب ببدء العمل التجاري دائماً يرغب بمعرفة من أين أبدأ. فجاءت الفكرة بالتعاون مع الأسكوا، طبعاً بالتعاون معهم اشتغلنا على بوابة دليل الإلكترونية لإجراءات بدء الأعمال اللي هي دليل. طبعاً هاي المنصة تنفذها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع جميع الجهات ذات بتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية. هاي المنصة دليل إلكتروني تفصيلي، يعني فيها شرح بشكل تفصيلي وليست جاءت على العموميات، ففيها شرح بالتفصيل لبدء العمل من إجراءات تسجيل ترخيص الأنشطة الاقتصادية. طبعاً هاي المنصة بتوفر شفافية تامة في عرض الإجراءات القوانين والمتطلبات والشروط الفنية وحتى المدد الزمنية والجهات المسؤولة، بالإضافة إلى الرسوم من خلال وصف تفصيلي. حتى الوصف راح تشرحه زميلتي، في عنا شرح تفصيلي صوري لآلية الدخول لهاي المنصة ولتعرف من وين أنت بدك تبلش لتنهي موضوع تسجيلك وإجراءات التسجيل والترخيص فيما بعد. فهاي بتكون نوعا ما سهلة لمستخدم هاي المنصة. طبعا هاي المنصة تعتبر دليل للوحدات الإدارية جميعها العاملة في المملكة اللي بجهات التسجيل الترخيص، تتضمن عناوينها، أرقام هواتفها وحتى مواقعها والأشخاص المسؤولين عن إدارة هاي المواقع. مثلاً على سبيل المثال موجود فيها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة مراقبة الشركات، الأمانة عمان وجميع الجهات التسجيلية والترخيصية فيما بعد، بحيث أي مستخدم يدخل يعرف من أين يبدأ لآخر نقطة ينهي فيها هذا العمل اللي راح يبلش فيه شغله. يتضمن كمان هذا الدليل نسخة من جميع القوانين، الأنظمة التي تخضع عمليات التسجيل والترخيص ودفع الرسوم، من أحكام القوانين والأنظمة التي ترد لديها، مثلاً قانون الشركات، نظام سجل التجارة وما يتبع هذه القوانين من تشريعات وأنظمة تتفرع منها لسهولة الدخول والاستفادة منها. حتى بالنسبة للنماذج المستخدمة في عملية التسجيل جميعها مودعة، بحيث تدخل على النموذج اللي ترغب فيه موجود، مثلاً نموذج تسجيل شركة، نموذج تسجيل مؤسسة فردية، موافقات مثلاً مالك العقار، حتى تسجيلات غرف الصناعة وغرف التجارة مشمولة بهذا الدليل، موجودة وبإمكان أي شخص يطلع عليها وتنزيلها. طبعاً النشر تم النشر في منصة الدليل إجراءات التسجيل والترخيص من الأنشطة الاقتصادية، طبعاً لتصنيف الأنشطة الاقتصادية اللي بسموه الآيزك فور، وهو أحدث تصنيف للغايات الاقتصادية. أيضاً في عنا يرد فيه جميع التعديلات والموجودة على هاي الغايات، موجودة من ضمن أحكامه، من ضمن مثلاً أحكام العمل من المنزل، قوائم للمسار السريع وغيرها. بلشنا في هاي المنصة، هي منصة دليل، بتوزيعها إلى قطاعات. مثلاً ترغب بإنشاء محل معين، بالمنصة تأخذك تلقائي من الخطوة A للخطوة Z، بحيث أنك تعرف جميع الإجراءات وحسب القطاع والغاية اللي ترغب أنت تمارسها. فأي شخص يدخل عليها ما بتخربط، مجرد دخوله الدليل يمشي فيه معاه تلقائي لحاله ليوصلوا للنتائج، ففي سهولة البحث، سهولة الدخول والخروج من هذا الدليل. فأنا حبيت أحكي عنه بشكل نظري، زميلتي راح تشرحه بشكل عملي، بس حبيت أضيف إنه إحنا بالأردن عنا بدء العمل التجاري، الحمد لله يعتبر بدء العمل التجاري سهل، لأنه في عنا قانون استثمارات لغير الأردنيين بتشتغل عن طريق النافذة الاستثمارية في المملكة. إنشاء العمل التجاري للأردني فقط هوية أحوال مدنية، الجنسيات الأخرى فقط هو جواز السفر، لهم قطاعات منظمة بأحكام قانون تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين، في قطاعات استثمارية
يستطيع أي شخص من أي جنسية بالعالم أنه يمارس العمل التجاري بالأردن، فقط الموافقات اللي تعتبر هي موافقات أمنية وشغلة بسيطة جدا. فهي الأردن الحمد لله من الدول اللي تسهل وتيسر بدء العمل التجاري من قوانينها وتشريعاتها، وحتى المنصة اللي نشتغل عليها هي جاءت شيء مكمل لما بلشت فيه الأردن الحمد لله، ورح نطور على هذا الدليل لتكون عملية التسجيل إن شاء الله كاملة من خلال هاي المنصة اللي إحنا بنشتغل عليها. ويعطيكم العافية جميعاً إن شاء الله. هلا زميلتي آية بدها تدخل على المنصة تشرح لكم إياها، بتشوفوها بشكل عملي كيف آلية عمل منصة دليل. تفضلي آية. يعطيكم العافية. أنا رح أشرح عن المنصة الدليل بشكل عملي. إحنا عنا منصة الدليل زي ما مبين عندكم، عنا إياها باللغة العربية باللغة الإنجليزية. رح أفوت لكم على الإجراءات اللي عملناها. إحنا عملنا تسجيل مؤسسات، تسجيل شركات، عنا محلية وأجنبية، وعملنا فئة للمحافظات. عنا تسجيل مؤسسة فردية، عمل من المنزل. عنا بيكون لحالة التملك وبحالة الإيجار حسب القانون الأردني. زي ما ببين عنا، هو بلخص للمستثمر من حد ما بده ياخد شهادة السجل التجاري ليطلع قانون ضمان للمنشأة تبعته. عنا هون أول إشي ملخص الإجراء، كل إشي للإجراء إحنا منكون كاتبينه. عنا الجهات المسؤولة اللي بضطر المستثمر يروح لعليها، وعنا الوثائق المطلوبة منه وهو شو رح ياخد، وعندنا المدد الزمنية والتكلفة اللي رح يستخدمها والقوانين اللي رح يمشي عليها. بدنا ناخذ أول مثال، هو اللي رح يتوجه لعشان ياخذ شهادة سجل تجاري. عندنا حاطين له خطوة بخطوة كيف رح يبلش. عندنا الحصول على بطاقة الانتظار. أول إشي بيعمله هو بيروح على وزارة الصناعة والتجارة. إحنا حاطين الصور وحاطين هي وين موقعها، أرقام التليفون، البريد الإلكتروني. بعدين عندنا بيتوجه للوحدة المسؤولة، بعدين للشخص المسؤول. كلنا حاطينه خطوة بخطوة عشان يسهل على المستثمر. بعدين عندنا صورة الوثيقة اللي رح يأخذها، هي عبارة عن بطاقة دور، وكم بتحتاج المدة الزمنية للوقت. وبحال واجهه أي مشكلة بهاي الخطوة بيقدر يرجع للوحدة المسؤولة بوزارة الصناعة والتجارة. بعدين خلينا نأخذ تقديم طلب التسجيل. عنا برضه بيتوجه لوزارة الصناعة والتجارة. عنا منحط صور لمديرية السجل التجاري اللي رح يروح المستثمر يسجل فيها، وللشخص المسؤول اللي عنده. هلأ حاطين كمان صور الوثائق اللي بتنطلب من المستثمر للتسجيل. عندنا زي هون نموذج تعهد وإقرار، بطاقته الشخصية، والتيكت اللي بياخدها من الخطوة الأولى، وبحال وجود في وكالة. وحاطين المدة الزمنية والقانون، وأي إشي إضافي بساعد المستثمر على تسهيل العملية إحنا حطيناه. تمام؟ يعطيكم العافية. كرام، شكراً آية على العرض الجميل. موضوع e-regulations اللي تم عرض خطوات تسجيل الشركات حسب نوعها والوثائق المطلوبة، زائد المدد الزمنية والتكلفة وماذا يحتاج لتسجيل الشركة. الآن بعد إذنكم رح نأخذ تجربة أخرى من تونس الخضراء عن قانون الشركات الناشئة. السيدة وفاء مخلوف، تفضلي. رحبوا بسيدة وفاء. أهلا. معالي السيد الوزير يونس سكوري، شكرا على الحضور. الأخت رولا
نتشكركم على الدعوة، الحضور الكرام. في حاجة حبيت نحكي عليها، هي قانون اللي صدر في تونس، هو المؤسسات الناشئة. ولكن قبل ما نعطيكم البسطة هذه، فما فيديو حبيتكم تتفرجوا عليها لأنه يعطي فكرة شاملة على هالقانون هذا. ريجي بليز. ستارت اب اكت هي مبادرة جامعة باش تحرر طاقات البلاد في خلق المشاريع، وباش تعمل إطار يشجع على بعث الستارت اب وتطويرهم انطلاقا من تونس. عالم ستارت اب اكت وما فيه عنده مدخل واحد، اللي هو لابل ستارت اب. لو لابل ستارت اب، باش شركة تتحصل على اللابل يلزمها تستوفي 5 شروط: عمرها أقل من 8 سنين، حجمها يكون محدود من ناحية رقم المعاملات ومجموع الأصول وعدد المتوظفين، رأس مالها يكون مستقل، البزنس موديل متاعها يكون مجدد، وأخيراً سكيلابيليتي، وهي القابلية باش المشروع يكبر في سعة. عالم ستارت اب اكت يوفر برشا حوافز وتشجيعات للستارت اب المتحصلة على اللابل، والتشجيعات تشمل الباحثين والمستثمرين زادة. بالنسبة للباحثين، منحة الستارت اب تخص الباحث ودو كوفاوندرز معه، وتوصل حتى ل 5000 دينار في الشهر كل واحد، وللي يخدموا في القطاع العام والخاص عندهم الحق في عطلة البحث الستارت اب متاعهم. بالنسبة للطلبة والمتخرجين، ينجموا يكملوا ينتفعوا ببرامج الإدماج المهني كما لي سي في بي. وعلى خاطر براءة الاختراع مهمة، تسجيلها مكفول زادة في تونس وفي الخارج. بالنسبة للحوافز اللي تهم الشركة، من أهمها إعفاء تام من الضريبة والمساهمات الاجتماعية. الستارت اب تنتفع بحساب بنكي خاص بالعملة الأجنبية يتم استعماله بحرية مطلقة، وزيد سقف تمويل البطاقة التكنولوجية يمر من 10,000 ل 100,000 دينار في العام. وللي يحبوا يستثمروا في ستارت اب، عندهم زادة تشجيعات، منها الطرح الجبائي وقت الاستثمار وإعفاء جبائي على المكاسب وقت التفويت. ستارت اب اكت مبادرة تتبني بالنتيجة والتطور، وراها كوميونيتي كبيرة تنجموا تكونوا طرف فيها. باش تفهموا الرؤية اللي ورا ستارت اب اكت، الإطار والتفاصيل كاملة، وتكتشفوا الخطوات القادمة، زوروا www.startupact.tn. إن شاء الله اللهجة التونسية عجبتكم. Presentation please. مش نعطيكم بسطة أكثر. هو الميزة متاع القانون هذا هي كونه القانون جاي من القاعدة إلى القمة، على عكس ما هم عادة يصير. يعني دائما تكون مبادرات من الحكومة أو من نواب الشعب. المرة هذه المبادرة هذه متاع الستارت اب اكت، القانون الشركات الناشئة التونسي يعمل على جعل تونس مركزاً للشركات الناشئة، حيث يقدم ميزات مبتكرة أبرزها منح للشركات الناشئة ودعم التدويل. ومن الجدير بالذكر أن العملية التشريعية نشأت من القاعدة إلى القمة بالشراكة مع كافة المتدخلين، أي لم تكن مبادرة حكومية تقليدية. أنا مش متعودة على كيف نرجع؟ خلينا نعطيه الإطار العام اللي صارت فيه التمشي هذا. في خضم، انتم ما تعرفوا اللي تونس مرت بفترة غير عادية، يعني بعد الثورة كان في كتير أشياء تغيرت. في خضم إعادة الهيكلة السياسية والتحديات الاقتصادية، نظرت تونس إلى قطاع الشركات الناشئة كمنارة لتعزيز الابتكار ودفع التنمية الاقتصادية وسط ارتفاع معدلات البطالة وهجرة الأدمغة والشباب. ولذلك حاولت البناء على القوة الوطنية التي كانت موجودة في تونس في ذاك الوقت، وحتى تستفيد المنظومة الشركات الناشئة من موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى ما عاشته تونس في فترة الثورة من ديناميكية وعملية تحول نابضة. الستيك هولدرز كلهم بتنوع المشاركين والمتدخلين في بلورة القانون هذا، عملت بما في ذلك رواد الأعمال، المستثمرين والوكالات الحكومية وهياكل الدعم المالي، الأكسيليريترز والكووركينج سبيس، هذم كلهم شاركوا في بلورة هذا القانون، مما عزز التعاون في للوصول إلى هذه النتيجة. بالطبيعة في كل
القوانين أو في كل المبادرات، فما بعض العراقيل نحاول دائما تحسينها أو تخطيها. في 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 الفترة هذيك كان في كثير بطء للعمليات الإدارية ومحدودية التمويل المرن وتحديات التدويل ورحيل كبار المتخصصين بحثا عن أسواق أكثر ديناميكية. كل هذا أسس فكرة مشروع قانون ستارت اب اكت اللي هو للمؤسسات الناشئة، واللي ضمنت رؤية للنظام البيئي للشركات الناشئة في تونس، منها تسهيل الرقمنة والصناعة 4.0، تعزيز الابتكار، إنشاء بيئة عادلة، تمكين رواد الأعمال وخلق فرص العمل خاصة للشباب والخريجين المؤهلين. لذلك كان من الضروري وضع قانون لتعريف الشركات الناشئة في السياق المحلي لتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال، وذلك عبر تبسيط العمليات القانونية للتأسيس والتصفية. احنا نعرفوا اللي التصفية من أصعب الحاجات في 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 تسكير الشركات أو تصفيتها بصفة عامة. التأسيس سهل، ولكن التصفية في تونس بالتحديد هي عملية صعبة. توفير الدعم لحماية براءات الاختراع وتسهيل دخول الشباب لريادة الأعمال وتعزيز المرونة والحافز للمستثمرين. كيف صارت أو ما هي المراحل التي مر بها مشروع القانون؟ نشأت فكرة مشروع القانون من الإيكو سيستم، يعني الشركات الناشئة، وبذلك يكون هذا القانون نابع من القاعدة كما قلت إلى القمة بدلاً من المسؤولين الحكوميين. لقد شكل هذا النهج الفريد منحى تعليمي جديد في كيفية بلورة القوانين نظراً لعدم وجود مخطط مسبق محدد. خلينا نعطيكم المراحل اللي مرت بها العملية هذه. الستيب 1 هي البرينستورمينج، يعني في سنة 2015 بدأ أول اجتماع حول فكرة إنشاء مشروع قانون، وفي 2016 انطلقت الحصص مع مختلف ممثلين الإيكو سيستم في تونس بتنوعه، يعني القطاع الببليك سيكتور والبرايفت سيكتور اشتغلوا مع بعض للخروج بهذا القانون. قامت 8 مجموعات بعمل بتحديد أولويات الأفكار حول العديد من المواضيع، وانتقلت العملية إلى فريق عمل تمزج بين أعضاء القطاعين العام والخاص، وحافظت فرق العمل على الشفافية وإشراك المجتمع المدني من خلال اجتماعات منتظمة، مما يجسد الروح الشاملة للعملية. الحلقة الثانية أو المرحلة الثانية هي ديزاينينج ستارت اب اكت. كان من الضروري لإنجاح هذا المشروع وضع طريقة عمل مقننة، ولذلك تم بعث أو إحداث هيكل متكون من مجموعة أشخاص يسمى The College، هو هيكل يقوم بتعيينه رئيس الحكومة، وذلك حسب ضوابط حددها القانون فيما بعد. هذه المجموعة تقوم بتقييم الشركات الناشئة بهدف الحصول على علامة الشركات الناشئة اللي هو لابيل ستارت اب اكت، وعملية التقييم هذه رقمية بالكامل، مما أظهر دوراً رائداً في النهوض بالحوكمة الإلكترونية بمعايير جديدة للكفاءة والشفافية. المرحلة الثالثة هي مرحلة الفوتينج أوف ستارت أب أكت. أنا كتير مهمة بالنسبة إلي المرحلة هذه، لأني أنا كنت نائب شعب في الفترة هذيك ما بين 2014 و 2019، يعني كنت مساهمة من خلال دوري كنائب شعب في بلورة القانون من الداخل بطبيعة مع الإيكو سيستم. اتبع قانون الشركات الناشئة التونسي عملية شفافة من القاعدة إلى القمة، مخالفا بذلك القواعد المغلقة حيث كانت تشاركية في كل مراحلها. واستهدفت حملة ما قبل تصويت صناع القرار مع التركيز على الجهود الجماعية، وأشرك أصحاب المصلحة أعضاء البرلمان مع التركيز على لجنة الصناعة التي كان موكول لها هذا المشروع القانون. وقع التصويت على هذا المشروع في سنة 2017 ودخل حيز التنفيذ في 2018. بالطبيعة المرحلة الرابعة الـ implementation of startup act، يعني
في معناتها القانون أصبح موجود وجاهز للتطبيق. سلطنا الضوء على أهمية وجود هيكل مسؤول على علامة الشركات الناشئة، وهنا حبيت نقول اللي العدد المهول اللي تحصل عليه اللابل هذا هو من سنة 2019 إلى اليوم 850 ستارت اب في تونس تحصلوا على اللابل هذا، اللي هي حاجة حلوة ياسر. ولكن إلى جانب ذلك كان من الضروري أيضا بعث هيكل إداري مختلط بين القطاعين العام والخاص اسمه سمارت كابيتال. يعني سمارت كابيتال هذا يقوم بإنشاء صندوق الأموال حتى يتسنى إنشاء إطار تمويل آمن. ما نجمش نفوت الفرصة هذه باش نحكي لكم على السيد كونتريبيوشن سوري SEED Center for Entrepreneurship and Executive Development. I'm the Executive Director of SEED, هو Tunisian NGO. العمل متاعنا هو Incubation Acceleration for Startups. الدور متاعنا كان مهم جدا لأنه كان عنا كتير beneficiaries of our program وكانوا في focus group to focus on the Startup Act program، وكان عنا دور في مساعدة أصحاب المؤسسات الناشئة في الحصول على اللابل، لأنه الخطوة هذه مهمة وهذاك هو الحاجة اللي قمنا بها في سيد. وشكرا. شكرا سيدة وفاء مخلوف على هذا العرض الجميل. احنا بصراحة هو الحوار بدنا احنا يكون في نقاش، هو حوار اسمه وليس presentations، لكن احنا ارتئينا انه نقدم الاربع تجارب وراء بعض في يعني عدة دقائق، ومن ثم نفتح الحوار والنقاش من جميع الاخوة المتواجدين لعرض اسئلة تعليقات اراء، فيكون هون النقاش. فارجو من السيدة رشا كركوكي مؤثرة سوريا بعرض تجربة المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، ممكن تفضلي من مكانك وتعرضي خلال هيك عدة دقائق بس ناخذ فكرة عن التجربة السورية في موضوع تسجيل الشركات، ومن ثم عندنا كمان تجربة أخيرة للمملكة المغربية كمان عدة دقائق بنعرض، وبعدين نفتح المجال للنقاش والحوار وإبداء الآراء. تفضلي ست رشا، تفضلي من عندك. شكرا. السلام عليكم. معالي السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيدة الدكتورة رولا الدشتي مدير التنفيذي للإسكوا، السيدات والسادة الحضور، أشكر الإسكوا على توجيه دعوتي لنا في سوريا وعلى جهودها لإنجاح القمة والمشاريع المشتركة معنا، كما أشكر المملكة المغربية على كرم الضيافة وحسن التنظيم لهذه القمة، ونحن سعداء بالتحدث عن المشاريع القائمة بالتعاون مع الإسكوا. إن سوريا وفي ظل الأزمة التي مرت بها والإجراءات أحادية الجانب المتخذة تجاهها والتي تؤثر على البنية التحتية والحياة اليومية للمواطن، هي النموذج لقانون لعنوان القمة من الصمود إلى الازدهار. وتبقى سوريا تمتلك المكانة التاريخية والثقافية العالية والموقع الجغرافي الهام والثروة البشرية العالية الكفاءة والمهارة والنموذج لها المشاركين والمشاريع المشاركة في هذه القمة. الحكومة السورية تسعى دائماً لصياغة السياسات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في سوريا وتحسين بيئة الأعمال وصنع فرص العمل والدفع بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنجاح نظراً لأهميتها في بناء الاقتصاد. وقد قامت الحكومة السورية باتخاذ إجراءات عديدة وإصدار القوانين لجذب استثمارات، كما تم إحداث مناطق صناعية في عدة أماكن جغرافية مختلفة، كما تم إطلاق دليل مشاريع صغيرة ومتوسطة وتبسيط إجراءات الحصول على السجل التجاري وتأسيس الشركات لهذه المشاريع. وجميعنا يعلم أن أفضل طريقة لإنجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها هي في تبسيط الإجراءات المتبعة وتحويلها للشكل الإلكتروني، فبالتنسيق مع أعلى المستويات الحكومية مع الإسكوا لإنجاح المشاريع المشتركة
تم بناء منظومة استقبال طلبات تأسيس الشركات الإلكترونية بطريقة عصرية بالتعاون مع الإسكوا ومنظمة الأونكتاد، حيث تم دراسة الخدمات وتحليل إجراءاتها ودراسة المتطلبات بالتعاون مع شركائنا بالقطاع الخاص، مما ساعدنا على تفهم متطلبات رواد الأعمال بشكل أكبر. وتم بناء هذه المنصة بشكل مرن لتقدم الخدمة بإجراءات سهلة واضحة وكفوءة للشركات، وتقدم شرحاً للمراحل والمتطلبات والتكلفة المالية بهدف تمكين صاحب الشركة أو المشروع الصغير من إكمال طلبه بشكل إلكتروني ومتابعة حالة الطلب في الزمن الحقيقي والحصول على الاستشارة القانونية في حالة الحاجة إليها. فكما يتم التوضيح في البرزنتيشن التي أمامنا، فإن المنصة السورية، منصة الأعمال السورية، تقدم الخدمات من تسجيل النشاط التجاري والإيداع السنوي وتعديل الشركة وإغلاق الشركات والبحث في سجل الشركات، كما أن المنصة مقدمة باللغة العربية والإنجليزية، حيث يتم تسجيل مقدم الطلب إلكترونياً ومتابعة مراحل تقديم الخدمة بطريقة واضحة وشرح متكامل، حتى أن تسجيل اسم الشركة كعلامة تجارية أيضاً يتم عبر المنصة. سيتم إطلاق المنصة في بداية العام، ونشكر الإسكوا على تعاونها. شكراً لكم. شكراً ست رشا كركوكي على العرض التجربة السورية في موضوع تسجيل الشركات أو المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات وتسجيلها. طيب، احنا معنا بعد إذنكم عرض من المغرب، سيد نور الدين بن خليل، في خلال دقائق ومن ثم نفتح باب النقاش والتعليقات والآراء. سيد نور الدين، تفضل. شكراً. من مكانك تفضل. شكراً. السادة الوزراء، السيدة المدير عام للإسكوا، السيدات والسادة، وفي الحقيقة نظرا لطبيعة الورشة حوار السياسات، احنا قمنا بإعداد عرض أكثر شمولية من يعني من المسلسل التقني أو الإجرائي لخلق مقاولة. وفي هذا الإطار سأقوم بتقديم آخر منتوج في المغرب يسمى برنامج أنا مقاول، علما أنه كانت هناك عدة تجارب، لكن هذا المنتوج هو شامل ودامج، دامج لأنه يتوجه إلى جميع فئات رواد الأعمال في مختلف وضعياتهم، وشامل لأنه يجيب على كل انتظارات بالنسبة لجميع الفئات. ففي البداية لابد من التذكير للأسس الاستراتيجية لبرنامج أنا مقاول، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية، أيضا النموذج التنموي الجديد للمغرب الذي جعل من ريادة الأعمال رافعة مهمة، البرنامج الحكومي، نوعية الوزارة الحالية في الهيكلة الحكومية الجديدة التي جعلت من جميع رافعات الإدماج الاقتصادي والتشغيل مكونات للوزارة، من ريادة الأعمال، من تكوين، من تشغيل، من شغل إلى آخره، لأن الهدف الأخير في يبقى هو الإدماج الاقتصادي لكل مواطن وتمكينه من دخل وأيضا خلق القيمة المضافة. أيضا برنامج 100,000 مقاول الذي تم إطلاقه خلال هذه السنة، وأخيرا المصلحة العمومية للتشغيل للمغرب التي تمت إعادة هيكلتها عبر خلق مديرية مركزية متخصصة في ريادة الأعمال وأيضاً
مصالح جهوية، لأن المسألة ديال القرب مسألة مهمة جدا. هناك 12 مديرية جهوية عند الوكالة، وهناك حوالي 150 نقطة لتقديم الخدمات، سيرتفع عددها عند نهاية 2026 إلى 300 نقطة، لأن أهم حاجة في ريادة الأعمال هي المواكبة المباشرة. صحيح البوابات عندها أهمية، الرقمنة عندها أهمية، ولكن هناك عدة شرائح اللي محتاجة المواكبة مباشرة. الصورة البيانية لريادة الأعمال بالمغرب، فإلى حاولنا نشوفه حسب الدراسات كيف هي هذه الصورة. 25% من يعني الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 18 سنة عندهم علاقة بريادة الأعمال، إما مباشرة، إما شركاء، إما يعيشون في عالم مبادرة الأعمال. بالنسبة لمختلف الفئات، 40% بالنسبة للشباب، 16% بالنسبة للنساء، و 29% بالنسبة للعالم القروي. فيما يخص المقاولين أو رواد الأعمال الحقيقيين، هناك 9% في المغرب، علما أنه إذا قمنا أيضا القطاع الغير مهيكل أو جميع الوحدات الاقتصادية فهي يفوق عددها 2 مليون أو 3 مليون إذا أخذنا بعين الاعتبار الصناعة التقليدية والفلاحة إلى آخره. كما جاء في كلمة السيد الوزير في جلسة الافتتاح، هناك 43% هم رواد أعمال عن قناعة، وهناك 57% هم رواد أعمال لأن ليس لهم عمل وهم في حاجة إلى نشاط لكسب دخل. بالنسبة للصعوبات التي تم تحديدها عبر مختلف الدراسات التي قمنا بها، أولاً المواكبة، فلا بد من تعزيز المواكبة. ثانياً القطاع الغير المهيكل الذي يبقى يعني عائق، ولكن أيضاً إمكانية للتطور. التمويل، لأنه جميع المقاولات الصغيرة خصوصاً الصغيرة جداً تعاني من إشكالية التمويل على الصعيد الدولي، فكل المقاولات التي لها رقم معاملات يقل عن $1 مليون على الصعيد الدولي، ليس في المغرب فقط، عندها صعوبات، لأن الأبناك لا تثق في مثل هذه المقاولات، وهي في حاجة إلى تعزيز يعني طاقاتها والقيام بالبرهنة على أنها مقاولات ناجحة قصد التمكن من التمويل. فلا بد من تمويلات جديدة ويعني مصادر متنوعة للتمويل. أيضا الولوج إلى السوق، فالسوق يبقى صعوبة كبيرة، ولا بد من التفكير في أشكال يعني مبتكرة لتمكين رواد الأعمال من السوق، وعندنا عدة تجارب في هذا الميدان. وأخيرا تعزيز القدرات الذاتية، لأنه المقاول في حاجة إلى تعزيز متواصل. فبخلاصة، سنوياً يستفيد ما يفوق من 50,000 شخص من المواكبة التقنية والمالية عبر مختلف البرامج الموجودة في المغرب. هي برامج أمامكم، هناك عدة برامج تستهدف مختلف أنواع المقاولات التعاونيات التي هي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المقاولة الصغيرة جداً، المقاول الذاتي إلى آخره. هناك 5 رافعات تم تحديدها في إطار برنامج أنا مقاول، تحاول أن تغطي أو تستجيب لمختلف الصعوبات التي تم تحديدها والمتعلقة بالتمويل والمواكبة والولوج إلى السوق إلى آخره. برنامج أنا مقاول، برنامج أنا مقاول هو برنامج ينبني على إجراءات تحفيزية مهمة، وأيضاً عرض قيمة جديد للمواكبة. فهو برنامج ينبني على إجراءات تحفيزية لريادة الأعمال، سنتطرق إليها بالتفصيل. إجراءات تحفيزية للتشغيل، لأنه المقاولات في حاجة إلى تعزيز الموارد البشرية. ينبني على شراكات، فهو برنامج يتم تنزيله على الصعيد الجهوي في إطار شراكات
مع المراكز الجهوية للاستثمار، مع جمعيات أرباب العمل، وأيضاً مع مختلف المتدخلين في ريادة الأعمال، علماً أن ريادة الأعمال هي مسألة عرضانية، هناك عدة ميادين يحتاجها رائد الأعمال. وأيضاً التنزيل يتم على الصعيد الترابي، فكما أشرت إليه من قبل، الهدف حالياً 150 نقطة، والهدف عند نهاية 2026 300 نقطة إن شاء الله. الأهداف إلى حدود 2026 يهدف برنامج مقاول إلى مواكبة 100,000 رائد أعمال من مختلف الأنواع. بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً التي لا يفوق رقم أعمالها 10 مليون درهم، يعني مليون دولار، هناك هدف 13,000 مواكبة قصد تنمية رقم معاملاتها، قصد التصدير، قصد الرقمنة، فهناك مواكبة من مختلف الأنواع، هناك عدة خدمات. أيضاً بالنسبة للوحدات الاقتصادية الغير مهيكلة، الهدف هو مواكبة 10,000 وحدة قصد إدماجها في الاقتصاد المنظم. بالنسبة للمقاول الذاتي، وسأتكلم على هذا الصنف القانوني من المقاولات، لأنه هناك عدة انتظارات بالنسبة إليه. 37,000 مقاول ذاتي قائم قصد تطوير الأنشطة، وقصد أيضاً يعني التصريح إلى الضريبة والتصريح برقم المعاملات، لأنه سيمكنه من عدة مكاسب. وأخيرا حاملي المشاريع لخلق مقاولة لأول مرة، الهدف 40,000. محتوى العرض الجديد، هناك ثلاث أنواع من التكوينات، هناك تكوين أساسي، هناك تكوين موضوعاتي، وهناك تكوينات بمنهجية التدريب المبني على شبكة الإنترنت. وكل هذه التكوينات ممكن أن تكون مباشرة، ممكن أن تكون عن بعد، أو ممكن أن تكون مختلطة. 4 مجالات عمل. المجال الأول، هناك منصة للمواكبة فتهم جميع الأصناف، فهناك منصة غنية بعدة لغات، هناك منصة للفرص، يعني فرص الاستثمار، فرص المعاملات، فرص السوق، هناك منصة للتنشيط، فبشراكة مع بريد المغرب سيكون تنشيط خصوصا للمقاول الذاتي، وهناك أيضا تنشيط للأنواع الأخرى القانونية، وهناك أيضا منصة لربط العلاقة ما بين المقاولة الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة والكبيرة، ما نسميه أنا مقاول لينكس، وعندنا تجارب مهمة، من خلال هذه التجارب يتم ربط العلاقة، وتتم هناك يعني عروض تقدم، ودفاتر تحملات تمنح، وطلبيات تمنح للمقاولات الصغرى، وهذا بهذه الطريقة ممكن التغلب حتى على إشكالية التمويل، لأنه التمويل سيكون عبارة عن عرض. رافعات 4 لبناء يعني البرنامج. اولا التواصل، لان التواصل مهم جدا، لانه هناك يعني رافعتان للنجاح في رياده الاعمال. اولا الشخص، والشخص اللي عنده يعني تكوين او كفاءات ريادية هو شخص غير موجود في مكان محدد، فلا بد من تواصل، لا بد من تنظيم قوافل، لا بد من عدة مقاربات. قنوات رقمية، لأن الشباب اليوم هو شباب يعني للشبكات، شباب للرقمنة. تعزيز الطاقات، وأيضا يعني وضع رهنة إشارة الجميع، كل ما يتعلق بالمعرفة. بالنسبة لنظام المقاول الذاتي، هو نظام كان يستهدف 4 مسائل. أولاً يعني مواكبة القطاع الغير مهيكل للإدماج في الاقتصاد المنظم. ثانياً إعطاء الأغلبية فرصة لخلق مقاولة، والشروع ولو
برقم معاملات متواضع كما سيتم التعرف على ذلك. ثالثا يعني تمكين المزاولين من عدة تحفيزات وعدة خدمات، ورابعا تمكينهم من إطار قانوني يحميهم ويمكنهم أيضا من الولوج إلى التمويل ومن يعني نظام جبائي محفز. سيراسي تفضل. الامتيازات، نظام المقاول الذاتي عنده عدة امتيازات مهمة. أولا حسب يعني النشاط، إذا كان نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي فالمسألة الجبائية هي 0.5% من رقم المعاملات، وكما ترون فهي نسبة صغيرة جدا، علما أنه بالنسبة لهذا النوع من النشاط فهو رقم المعاملات لا يفوق $50,000 سنويا، فالجبايات يعني لا تتعدى $20 في أقدر تقدير أكبر تقدير شهريا. وبالنسبة للنشاط الخدماتي 1%، علما أنه رقم المعاملات الأكبر هو $20,000، يعني $200 سنويا، حوالي أيضا $18 شهريا. تبسيط المساطر، فإنشاء نظام مقاولاتي يتطلب نصف ساعة على الأكثر، يعني هناك بوابة للتسجيل، ويمكن أن يأخذ المعني بالأمر يعني بطاقة للمقاول الذاتي ويشرع مباشرة في نشاطه. وأيضا في كل ما يتعلق يعني ب يعني إذا أراد أن لا يزاول كمقاول ذاتي، فأيضا الإجراء سهل جدا، وهذا إجراء صعب بالنسبة للمقاولات التي لها صعوبات، فبالنسبة للمقاول الذاتي سهل جدا. الفوترة، بإمكان المقاول الذاتي أن يقوم بالفوترة، علما أن كل أنشطة المقاول الذاتي معفية من الضريبة على القيمة المضافة، وهي ضريبة مهمة جدا تصل في المغرب إلى 20%. بالنسبة للتحفيزات، هناك 4 أنواع من التحفيزات. هناك شيك للتكوين، فهناك تكوينات ممنوحة لمختلف الفئات، مقاولين الذاتيين، الوحدات الغير المهيكلة، المقاولة الصغيرة جدا، أو الأشخاص الذين يريدون خلق مقاولات. هناك أيضا شيك للاستشارة، ممكن أن يصل حتى إلى $10,000 بالنسبة للمقاولات الصغرى جدا، وبالنسبة للمقاول الذاتي $1,000. هناك شيك للتسيير، يعني لاحظنا أنه العدد الكبير من المقاولين الذاتي لا يقومون بالإعلان عن رقم معاملاتهم، وتم القرار في هذا الاتجاه بمساعدتهم والتكفل بتمويل هذه المسألة، لأنه إذا تم التصريح برقم المعاملات سيتم الاستفادة من التغطية الصحية، وهي تغطية للإشارة لا تكلفتها بسيطة جدا، فالتكلفة لا تفوق $10 شهريا بالنسبة للمقاول الذاتي وزوجته وأولاده، يعني حتى 8 أشخاص ممكن أن تكون عندهم تغطية صحية شاملة تشبه تغطية الأجراء، تشبه تغطية الموظفين $10 شهريا. هذا هو يعني المسار للمواكبة، فكل من له رغبة في خلق مقاولة عبر نظام المقاول الذاتي أو عبر الأنظمة الأخرى ممكنه أن يتوجه إلى أي وكالة ترابية محلية. هناك يعني مقابلة محادثاتية أو بروفايلين مع المستشار المخصص متخصص في ريادة الأعمال، ومن ثم يتم توجيه المقاول إلى يعني عرض الخدمات الذي يوافق انتظاراته. بالنسبة للآفاق المقاول الذاتي، فهناك يعني 3 مسائل سنركز عليها. أولا تنشيط يعني المجموعات المقاولين الذاتيين، الكوميونيتي المقاولين الذاتيين، عبر الرقمنة، عبر اتصالات، عبر مركز النداء
بشراكة مع البنك، بشراكة مع بريد المغرب. هناك أيضا عدة قوافل سنقوم بتنظيمها عبر التراب الوطني قصد تحسيسهم قصد تكوينهم. وهناك أيضا مواكبة بالنسبة للمقاولين الذاتيين الذين يريدون تطوير رقم معاملاتهم. وفي الأخير هناك نقطة مهمة جدا، لأنه المشكل اللي كيصادفوه المقاولين الذاتيين في تطوير رقم المعاملات ديالهم، وأنهم سيكونون مجبرين على تغيير الصيغة القانونية، وفي تغيير الصيغة القانونية يمرون إلى يعني نسبة بالنسبة للضريبة أعلى. فهناك في إطار Small Business Act كما تمت الإشارة إليه في 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 الصباح من طرف السيد الوزير، هناك تفكير في خلق يعني صيغة قانونية ما بين المقاول الذاتي والمقاولة الصغرى جدا بمختلف أصنافها، قصد تمكين يعني التدرج من خلال يعني نظام تحفيزي جبائي تحفيزي. وشكرا. شكرا أستاذ نور. الآن نفتح المجال للتعليق أو مداخلة، أو إذا كان في عندك سؤال لأحد المتحدثين تفضلوا. تفضل المهندس رأفت. السلام عليكم. أولا أتقدم بالشكر للإسكوا على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة بهذه القمة الهامة. استمعنا إلى تجارب، الحقيقة أنها تجارب كلها تجارب مهمة من الدول العربية، طبعا هي مراحل مختلفة من النضج. خلينا نحكي التجربة المغربية يعني تستحق أن نتوقف عندها، ليس لأننا الآن في المغرب، ولكن يبدو أن هناك خطوات كثيرة على الأرض. في الأردن أعتقد أن هناك أيضا خطوات جيدة، واستمعنا إلى البرزنتيشنز العروض بخصوص الديجيتايزيشن، مع أنني أعتقد أن طبعا الديجيتايزيشن أو الرقمنة شيء مهم، لكن أيضا الخطوات وتبسيطها الإجراءات يجب أن تسبق عملية الرقمنة. يعني يجب دراسة البزنس كيس، كيف الخطوات والإجراءات ثم تحويلها إلى رقمنة. وهناك أيضا أمور موجودة، طبعا دعم موجود مثلا بالأردن في صندوق خاص لدعم الستارت أبس، وتقديم أظن مبلغ بحدود $20,000 للاستشارات، وأيضا للاستشارات المحاسبية والقانونية للستارت أبس. لكن أنا باعتقادي يجب أنه يكون على مستوى الدول هناك خطة واضحة تبدأ من الثقافة خلال أصلا في مراحل الدراسة، من المدرسة إلى الجامعات، لخلق خلينا نحكي الكلتشر تبع الانوفيشن، وهذا أعتقد أنه مهم جدا. ثانيا عملية أيضا creation of ideas، خلق الأفكار، هذه أعتقد أنها مهمة، وتطبق مسابقات لخلق الأفكار في مجالات عديدة، هاكاثون أو شيء من هذا القبيل. خلق الأفكار مهم جدا، وأيضا كيفية زي ما حكينا الإجراءات اللي لازم نبسطها للرياديين الأعمال. ومهم بهذا الاتجاه أنه نفكر بالإيكو سيستم، لأنه كثير من الشركات خاصة اللي متعلقة بالتكنيكال وبالعلم بحاجة إلى خدمات مساندة، هذه من جهات علمية، أحيانا يحتاجون إلى تحاليل في المختبرات وإلى آخره. فبحاجة أنه نخلق الإيكو سيستم الرديف اللي بيساعد هاي الشركات إنها تنمو. أعتقد أنه فرصنا إحنا في الدول العربية والدول النامية مهمة جدا، القطاع هذا مهم جدا، ومهم أنه الدول يكون في تعاون بينها وتبادل للخبرات، لكن أيضا مهم أنه يكون في خطة واضحة متعددة، يعني تعمل على سيستم متكامل. تجربتنا، أنا من الجمعية العلمية الملكية بالأردن، تجربتنا إحنا في لدينا حاضنة أعمال في آي بارك، في حاضنة أعمال
في عنا كمان مركز لريادة الأعمال، وأيضا في الإيكو سيستم كله متكامل، لأنه الجمعية العلمية الملكية هي مؤسسة علمية لديها أكثر من 45 مختبر معتمد محليا ودوليا ومراكز استشارات، فبإمكاننا نقدم مساعدة. أيضا نملك جامعة، طلاب بس يتخرجوا من الجامعة وخلال وجودهم بالجامعة بيقوموا بالتدريب ويقومون أيضا في مركز الملكة رانيا، أيضا بيساعد الطلاب اللي عندهم أفكار وممكنهم يتدربوا في المختبرات. فبالتالي بنحاول أنه نخلق سيستم 360 درجة، يعني من الجامعة للتدريب للإنكوبيتر لستارت أبس، فهذا كله الإيكو سيستم موجود. وشكرا كثيرا. شكرا مهندس رأفت على المداخلة الجميلة، وذكرت شيء عن الـ Innovation Avenue اللي عم يشتغلوا عليه. طيب الآن أنا إذا أي حدا عنده مداخلة أرجو أنه يذكر اسمه واسم المؤسسة بس، يعني الاسم والمؤسسة اللي بيمثلها مشان الريكورد عنا إحنا إذا سمحتوا لي. تفضل سيدي. السلام عليكم، أنا اسمي مهدي حمدان، مدير عام بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية من دولة فلسطين. أشكرك على إتاحة الفرصة لهذه المداخلة، اللي بحب أتقدم بالتحية والشكر على المملكة المغربية بهاي الاستضافة، معالي الوزير على مداخلته والكلمات وتجربته اللي شاركها معنا هذا الصباح، والدكتورة رانيا دشت الأمين التنفيذي للإسكوا. واحدة من أهم النقاط اللي ممكن ضروري بحتم علينا أن نذكرها في هذا التوقيت، طبعاً نترحم على شهداء الأبرار وندعو لجرحانا الشفاء العاجل ولأسرانا بالفرج القريب. لكن كنت أحكي مع معالي الدكتورة صباحاً على أهمية دور الإسكوا في إصدار تقارير دورية بتبين، والإحصائيات والبيانات دقيقة جداً عن حول الكارثة اللي بتصير في مجتمعنا الفلسطيني، إضافة إلى الأرواح البشرية والشهداء اللي بيرتقوا، كمان في خسائر جسيمة في بتأثر على مسار التنمية اللي قمنا فيه في فلسطين مؤخراً. القطاع الاقتصادي في تدهور كبير، وكمان إحنا بنستفيد من هذه التقارير لتصوير هذه المأساة وحجم الخسائر الكبيرة، خاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين اللي بقدر تقريباً 167 ألف منشأة صغيرة، منهم 57 ألف منشأة في غزة. طبعاً بنحكي عن 90-95% منهم تضرر بشكل كامل وبشكل شبه كامل. حقيقة إضافة إلى ذلك، مداخلتي تتمحور عن تجربة الحكومة الفلسطينية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإنشاء بنك تنموي اللي هو بنك الاستقلال الاستثمار والتنمية. هذا البنك اللي أنشئ من سنتين تقريبا تلبية لمواجهة عدد من المعيقات والمشاكل اللي كانت تطرح في كثير من والتوصيات اللي كانت تطرح في كثير من اللقاءات والمؤتمرات، ومنها صعوبة الوصول للتمويل. فبالتالي بنك الاستقلال مؤخرا أطلقنا أول حزمة قروض، وعشان أكون دقيق إحنا استفدنا من كثير من الدول العربية في الاستفادة من تجربة القنوات الرقمية في تقديم التمويل، القنوات لأنه بنك الاستقلال بيعتمد على قناة رقمية في تقديم هذا التمويل. التمويل بنحكي عن تمويل كفؤ يناسب احتياج هذه المنشأة، كفؤ بمعنى أنه نحرص على إيصال التمويل بالوقت الملائم والتكلفة المناسبة. أهم المشاكل أو من أهم المشاكل المعيقات كانت تكلفة التمويل في فلسطين، وإحنا ساعين يعني بالطريق لإنشاء من خلال إنشاء هذا البنك وسير عمله بخلق أدوات مختلفة كمان لتوفير الدعم والتمويل لهذه المنشآت. طبعاً إحنا في بنك الاستقلال كان كمان التوجه للتركيز على دعم الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والصناعة والزراعة، بحكم أنه أكبر قطاعات بتواجه فجوات تمويلية ما بين العرض والطلب.
كمان يعني بنحب نأكد إنه إحنا ماضيين قدما من الصمود إلى الازدهار مع دول وأشقائنا الدول العربية، وإن شاء الله بنكون في مسيرة التنمية ودعم الريادة في فلسطين، وأتوقع كثير منا وكثير منكم على تواصل مع كثير من الشباب الرياديين في فلسطين، وكلنا ثقة في العقول الشباب الريادي الفلسطيني، وإنه قادر على إنه يعني يضيف في عملية التنمية وكمان مواجهة آثار العدوان بعد زواله بالقريب العاجل إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا سيد مهدي. تفضل. السلام عليكم، يعطيكم العافية. سامر قريش، خبير اقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة عجمان، وبشكر الإسكوا ممثلة في بسعادة رولا وأخوي كريم اللي فعلا ما قصروا، وشكرا على على هالاستضافة. نرجع لموضوعنا. تجربة المغرب صراحة رائعة، ولكن في عندي سؤال اللي تفضلت فيه السيدة وفاء، قالت إنه بالتجربة في تونس قالت إنه منبلش من القاعدة إلى رأس الهرم، معناته تلقائيا يفترض إنه إذا بدنا نمشي من القاعدة إلى رأس الهرم يفترض إنه نعالج التحديات بالتدريج لغاية لما توصل تصبح تشريع، لأنه لا يمكن أنك تمشي من القاعدة إلى الهرم بدون ما تعالج التحديات، أذروايز لأنك أنت أذروايز بطل في، أعتقد أنه معالجة التحديات ضروري في هذا المجال. فسؤالي، هل فكرك أنه هاي التجربة وفاء هل فعلا عالجت التحديات اللي موجودة لما طلعت من القاعدة إلى الهرم؟ وتجربة المغرب طلعت من رأس الهرم وكانت تجربتها ممتازة جدا، فيبدو لي التجربة المغربية شعرت في التحديات الموجودة وهي عالجتها من تلقاء نفسها دون الرجوع لأي قوانين أخرى. ويعطيكم العافية وشكرا جزيلا. شكرا سيدي، بس اذا سمحتوا معلش بس تعطوني بس فرصه اشرح الوضع اللي صاير معنا. الان الساعه تقريبا 3 وشوي، واحنا حسب البرنامج لازم نخلص كمان نص السيشن الثانيه، فالغدا راح اعطيك مجال بس شوي. الغدا هو في الفندق، راح نرجع الفندق، وانا اول واحد اذا رجعت مش راح ارجع، انا المدير مش راح ارجع، فالوضع صعب وانا بعرف تاخرتوا اليوم وخلياتنا تعبنا وهيك. فانا بدي اقترح عندي بس 2 presentations 5 minutes 5 minutes نسمعهم من السيشن الثانيه، لانهم مرتبطين بسفر الليله، فبنسمعهم وبكره بنكمل يعني باقي الاسئله، والاستاذ اللي سال السؤال لست وفاء او لا الشخص المعني ممكن يجاوب فيه بكرة الصبح، نكون نشيطين هيك ويعني مستعدين، ومنكمل باقي الأسئلة إذا حبيتوا أو المداخلات في موضوع تسجيل الشركات وتقنين المشروعات، ومن ثم نستكمل الجلسة الثانية اللي هي موضوع الشمولية. موافقين؟ شايف ولا حد رافع؟ موافقين؟ سؤال بس أستاذ نائل عشان بس نوضح الموضوع هنا، يعني بنلقي الحين 2 sessions والباقي بكرة 2 presentations والباقي بكرة؟ بكرة منكمل. ليش بفصل هذا؟ سمحت أنا مع اقتراح هذا وبنضلنا طالعين، يعني انت عم تلتزم في الوقت لانه لازم نكون احنا تابعين، فانا رايي والقرار للاداره انه انت هلا بتكمل وبعد هيك بتروح بتتغدى. سيدي بس بجوز انا الصوت راح،
معنا مشاركين اثنين سفرهم الليلة، هم سبوستو برزنت المحاضرات تبعتهم بكرة، فإذا احنا بدنا نأجل لبكرة صعب يعني يستمروا معنا. انا ما حكيت ان حكيت نكمل تكمل يعني لسه بعد ما من يعني بدك تكمل بدون غداء وبعدين نروح الغداء اللي بدكم اياه، اذا انتم عندكم الاستعداد تكملوا ما في مشكله، لانه اذا طلعنا على الغداء الان صعب الناس ترجع المسافه، يعني الغداء بالفندق راح يكون، فاللي بدكم اياه احنا جاهزين. كمل شو اعتقد نكمل نكمل. طيب 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 نستكمل على الجلسه الثانيه، ومن ثم الاسئله خلوها معلش لبكره ماشي. طيب تفضلي دكتوره امل بتقديم الجلسه الثانيه موضوع الشموليه. شكرا جزيلا الساده الحضور، شكرا على تشريفكم البوليسي دايلوج، and it's a real pleasure first to give the floor to Dr. Milena Angelova, the rapporteur for SMEs of the European Economic and Social Committee, an SME envoy of Bulgaria, works to promote resilience and twin transition of SMEs and boost their potential through equality and inclusive approach to entrepreneurship. Without further ado, I'm giving the floor to Dr. Milena. Thank you. Over to you. And I'm very grateful and honored to be with you today. Thank you for inviting me, ESQUA. And I will not take more than 5 minutes because it's not easy to stand between you and your lunch. First of all, why I'm here today? I'm here today because with all the crisis, Europe made a strategic move, and now we are looking forward to cooperate with like-minded countries with huge potential as the Arab countries are. What I can see here is that there are great potential for boosting the entrepreneurship because you have so many young people, what we don't have in Europe, and you have so many female entrepreneurship who are ready to go out and to offer to European market. I prepared for you a presentation, which I am not quite sure if it can be started now, but afterwards I asked ESQUA to send it to you because I included a lot of hyperlinks towards instruments for funding, because the idea is that the Arab SMEs are welcome to the European market, and especially those SMEs who are promoting the participation of young people, of female people, and also traditional SMEs, something that we are very vocal together with my friend Ferre Wickmans, that we need a support measures, especially for those SMEs. I will not be tomorrow with you, but Ferre Wickmans will stay here and answer gladly your questions. My second message is that what we need is to include all the groups and to tap their potential, because countries like those in European Union, but also nations like Japan, face really downward trend for the entrepreneurship. We don't have people who are willing to go and to compete over their ideas for products or services, something that I see here very vital, and I think that you can do it with a great chances for competition. How to access support tools of the European Union? We have quite good developed network of support instruments, and the first choice for you should be the Enterprise Europe Network that comprises of more than 50 countries and offers a platform for B2B contacts with European companies. The second idea is to go for the trade promotion agencies, which we have in all the European countries, and also to make the best use of the European Neighbourhood Instrument, where there are almost 80 billion of euro available for this programming period till 2027 to support your initiatives and to enter the European market. The fourth instrument is the European Cluster Collaboration Platform, where you can, through the gathering of clusters, find companies that have the same area of working as you are. Then we also have two
three tools which are very instrumental, like the market access database, where you can find a gateway to the European market with the very complicated navigation through the standardization and different requirements, especially those related to the European Green Deal. I will not give you more information because we are running out of time, but I can tell you that as of the next year, if you are part of an European value chain, then you are most likely to be asked to report on 1,100 information elements in order to comply with the European legislation, something that is very complex, and then you should go to market access database to navigate and to understand how it works. Also, we have export help desk for you and intellectual property rights instrument. Last but not least, if you visit the site of DG Grow, you can find guidebook on SME internationalization and especially for SMEs. My last word goes for the fact that female power is something that will make the difference, because it is proven that whenever females are included in the governance of the company, those companies are more resilient, more agile, and more ready to respond to the challenges. So I think that this is your untapped potential, together with the young entrepreneurs that I meet every day when I'm out in Arab countries. And what I can say is that the European Economic and Social Committee, which I represent today in front of you, as a European Citizens Parliament, is ready and at your disposal to channel your messages through its external relations section. And we are ready to support you on every project that you might have, because our expertise is at the service for the civil society. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Melena. Dr. Melena guided us through inclusivity and empowerment. And when we talk about inclusivity, we have to really include women and youth and how to reach out to the European markets. الآن مسك الختام يسعدني ويشرفني تقديم سعادة الدكتورة أماني عصفور رئيسة الشبكة العربية الإفريقية لتمكين المرأة، رئيسة الجمعية المصرية لسيدات الأعمال، الرئيسة العالمية ورئيسة لجنة الشراكات والاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن، رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي، رئيسة منظمة المرأة والتجارة في مصر، والقائمة تمتد، ولكن نظرا لموعد الغذاء أعطي الدور المجال للدكتورة أماني. شكرا جزيلا. أولا أتقدم بالشكر لإسكوا دكتورة رولا الدشتي، وطبعا لمعالي وزير المغربي للمقاولات الصغيرة والإدماج الاقتصادي، وأتقدم أيضا للمملكة المغربية شعبا وحكومة بالشكر الجزير لهذا المؤتمر القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. Can I have please the... Yes, thank you. طبعا أنا عارفة أن الوقت يعني قليل جدا، ولكن أحب أستعرض مع حضراتكم مقومات التمكين الاقتصادي للمرأة، وطبعا البروموشن بتاع الومن في اوكي حسب التنمية المستدامة، اهداف التنمية المستدامة والهدف الخامس فيه وهو تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، نحن نعمل على استراتيجية للتمكين الاقتصادي للمرأة وكيفية عمل هذا، ويعني ده بيعتمد على طبعا الاويرنس او التوعية بالنسبة للسيدات، الانفورميشن المعلومات، اللوبينج والادفوكسي مهم جدا، وحضراتكم هنا كثير من الوزراء وصانع القرار، ان يكون هناك استراتيجيه خاصه بالنسبه للوطن العربي للتمكين الاقتصادي للمراه، وايضا لبناء قدرات المراه، ونحن نعمل على هذا سواء في الشبكه العربيه الافريقيه لتمكين المراه او المجلس الاعمال الافريقي او جميع مؤسسات الداعمه للتمكين الاقتصادي للمراه، والتي تعمل على دعم ريادة الأعمال للمرأة، دعم المرأة في التجارة، وأيضا في مجالس إدارات زي ما ذكرت
الآن الدكتورة إيميلي إزاي مجلس الإدارات، وطبعاً مصر اتخذت يعني خطوة جريئة جداً في مجلس الإدارات وعملت قانون بيسمح لمجالس الإدارات في البورصة إنه على الأقل يبقى في 30% من السيدات بتمثل في مجالس الإدارات. الشمول المالي أيضاً للمرأة هو هام جداً بالنسبة لدعم أي شركة ناشئة أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة. STEM Education وهي أيضاً دعم المرأة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة. Women Empowerment Principles، ودي يمكن برنامج مع الـ UN Global Compact وهيئة الأمم المتحدة للمرأة للشركات الخاصة بالنسبة لدعم ريادة الأعمال بالنسبة للمرأة واتخاذها أيضاً مواقع القرار. Government and Corporate Procurements، حضراتكم دي أهم حاجة احنا شغالين عليها دلوقتي سواء في أفريقيا. المناقصات الحكومية على مستوى العالم 15 تريليون دولار، المرأة نصيبها فقط 1%. ليس عندنا أي خريطة في الوطن العربي بتعمل على إدماج المرأة والمشروعات الصغيرة المتوسطة بالنسبة للمشتريات الحكومية. يمكن مصر اتخذت خطوة إنه 20% دلوقتي من كل المناقصات الحكومية تذهب إلى المشروعات الصغيرة المتوسطة، ولكن لأنه الدستور المصري بيعمل على مساواة بين الجنسين ما فيش preferential diagnosis أو ما فيش تمييز إيجابي بالنسبة للمرأة، ولكن نعمل الآن على أن يكون 10% للسيدات و 10% للرجال. وده يمكن لو إحنا أخذنا تجربة ممكن من أفريقيا من كينيا، ويمكن أنا برضو من ضمن الدعوة لهذا مع رؤساء الدول والحكومات في القارة الأفريقية. الآن في كينيا 30% من كل المناقصات الحكومية بتذهب إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. فطبعا يعني هام جدا بالنسبة لنا كوطن عربي ان احنا نتبنى هذا، وزي ما الدكتور رأفت من الأردن ذكر about the ecosystem، ازاي الايكو سيستم يدعم تمكين المرأة. وده يمكن انا استراتيجي مسميها ثلاثية التمكين. ثلاثية التمكين بتعتمد على ثلاثة ركائز معينة، هي بناء القدرات البشرية بالنسبة للمرأة سواء بالتدريب أو التأهيل زي Personal Empowerment Programs، وسكند حاجة اللي هي Policy Advocacy أو السياسات الداعمة والبيئة الملائمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، وهي أيضا زي الشمول المائي زي المناقصات الحكومية زي كيفية دعم الشركات الناشئة كيفية اتخاذ قرارات وبالنسبة للسيدات في مجالس الأعمال وفي مجالس الإدارات. ثالث ركيزة هي product development أو تطوير المنتج بالنسبة للمرأة، إزاي أبقى عندي يعني اتصال مع الهيئات البحثية إن إحنا يبقى عندي منتج قوي عربي بالنسبة للسيدة يناسب المعايير الدولية في branding packaging كل المعايير الدولية بتناسب هذا المنتج، حتى أستطيع أن أنا أقول أن عندي منتج أفريقي قوي السيدات هم اللي بيقوموا به. I don't know technology sometimes. So دي الدائرة دي أنا مسميها the circle of empowerment، يعني دائرة التمكين بتبتدي بالawareness وعرض المعلومات وإزاي أن أنا أقدر أعمل تنشئة أيضاً بالنسبة للفتاة الـ education أو التعليم بناء القدرات capacity building الـ training young entrepreneurship promotion بالضبط إزاي نبقى عندي فكر مراودة الأعمال الحرة منذ الصغر. ويمكن ده الكالشر بناء الكالشر يعتمد على ثلاثة أشياء، وهو أنا برضو strategies. أول حاجة السكول والستيت والسوسايتي، ازاي ان انا في المدرسه بدي في المدرسه كوريكولوم او منهج بيدعم رياده الاعمال، وتاني شيء ازاي في سوسايتي برضو يبقى في عندي مساواه، والستيت ازاي الحكومات بتدعم هذه القوانين. اكسس تو فاينانشال ريسورسز طبعا للموارد الماليه، اجين اكسس تو تكنولوجي للتكنولوجيا والدعم الفني والادفوكاسي والبروجكت ديفلوبمنت.
انا عارفه انه طبعا احنا بقى في بينكم وبين الفود سيكيورتي والامن الغذائي، فانا بحاول ابقى على قدر المستطاع يعني يبقى عندي بسرعه ايه هو دور الحكم. احنا عندنا طبعا البارتنرز هم الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجالس الاعمال والاكاديميا والميديا، ان انا اعمل ايضا البوليتيكال ويل او الدعم السياسي. عشان كده هذا المؤتمر مهم جدا، والنهارده كل حضراتكم بوليسي ميكرز، ازاي ان احنا نستطيع ان احنا نطلع بتوصيات من هذا المؤتمر تدعم فكره مباشره الاعمال الحره لدى السيدات، ولكن ايضا ناخذ قرارات يتم تنفيذها على مستوى الوطن العربي بالنسبه للمناقصات الحكوميه وللشمول المالي اوكي انا عايزه امشي بسرعه عشان عارفه حضراتكم زي ما قلنا جوفرن بروكيور مناقصات حكوميه هامه جدا، ويمكن ده هيرو كينياتا اللي هو رئيس كينيا السابق اللي هو فعلا فعل المناقصات الحكوميه بالنسبه 30% من كل المناقصات الحكوميه تذهب للويمن والاس ام ايز والمشروعات الصغيره المتوسطه. شمول المالي والتريننج طبعا مهم جدا والكاباسيتي بيلدينج. بعض المشروعات اللي احنا عملناها في مصر اللي هي حاضنه حبشتسوت لتنميه قدرات المراه، ودي يمكن بتدعم الشركات الناشئه المشروعات الصغيره المتوسطه الكومبانيز الشركات اللي عايزه تعمل اكسبورت وتصدير. وايضا عندنا الفئات المستهدفه السيدات في القطاع الغير الرسمي، الشباب في اليونيفرسيتيز والجامعات، وبرده ايضا السيدات في القطاع الريفي والجراس روتس. يعني دب عن عجاله ان هو بناء حوالي 650 بيتم تدريبهم كل عام ب 4500 ادفايزنج اور، ساعه للادفايس بالنسبه للكونسلتيشن بالنسبه للويمن اللي عندهم برودكت وعايزين يدعموه. I think ان التكنولوجي عايزه برضو تخلص البرودكت بسرعه. اوكي تريننج بروجرام طبعا ازاي يبتدوا يعملوا البيزنس بلان بتاعهم، ازاي يعملوا ماركتنج، تدريب على ايه هي الماركتس، ايه هي التريد اجريمنتس اللي موجوده على مستوى العالم، كل السيرفيسز بنديهم ازاي سيرفيس دعم فني وايضا ليجل وقانوني واكسس تو فاينانس وتمويل. بتقلي اتس فيري فانا عايزه من اقول لحضراتكم برضو بعض الحاجات اللي عملتها الحكومه المصريه بالنسبه للمبادرات اللي هي زي فلات 6 لابس اللي هي مسرعه ناشئه بارزه تقدم تمويل وارشاد ومساحه مكتبيه للشركات، انديفر ايجيبت وهي ايضا تعمل على مساهمه في نمو الشركات الناشئه، فكرتك شركتك مبادره مدعومه من الحكومه لتمويل ودعم افكار الاعمال المبتركه، مبتكره ايجيبت فينتشرز اللي هي شركه تابعه للدوله برضو تستثمر في الشركات الناشئه وتدعمها مع تعزيز روح رياده الاعمال والابتكار، مشروع تطوير الابتكار ورياده الاعمال وتنميه بيئه الشركات الناشئه مدعوم من البنك الدولي، مركز تكنولوجيا الابتكار وريادة الأعمال وهو كيان تحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إصلاح لوائح الأعمال لتبسيط وتيسير اللوائح لجعل عمل شركات الناشئة أكثر سهولة. ده أيضاً بروجرام إحنا عاملينه اسمه Hunting for Africa's Unicorns اللي هو إزاي إن إحنا بنستبق وبندرب الشركات الستارت ابس من الشباب سواء يونج جيرلز او يونج بويز عشان يبقوا هم النكست يونيكورنز، وبيبقى في تشبيك مع الفينشر كابيتالز على مستوى العالم. طبعا احنا من ضمن الحاجات لازم نديهم بروبر انفورميشن وبنعمل لهم تريننج وبنعمل لهم لازم هناك ايضا بارتنرشيبس ومنتورشيب بروجرامز، وازاي يبقى عندي شمول مالي بالنسبه للويمن واليوث والتكنيكال فوكيشن. انا بس عايزه اختم بقى عشان نبقى حاجه لماذا التمكين الاقتصادي للمراه لتحقيق الاستقلال الاقتصادي. لماذا؟ لانه الاستقلال الاقتصادي يعطي القدره على الاختيار والقوه على اتخاذ القرار. لذلك وهذا يشمل الشباب، المراه، الرجل، وطننا العربي، لو احنا عندنا استقلال اقتصادي ديفينتلي هيبقى عندنا القدره على الاختيار والقوه على اتخاذ القرار. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتورة أماني على المداخلة والبرزنتيشن القيمة عن استراتيجية تمكين المرأة والتجربة المصرية. أي أسئلة للأول بانيلست هتبقى إن شاء الله غدا، هنبتدي غدا الساعة 11:30 في قاعة توبكال، هما تيشكا وتوبكال جنب بعض، هذه قاعة توبكال. هنبتدي إن شاء الله بدولة فلسطين الشقيقة، هنتكلم عن الإنكلوسيفيتي ودور الشباب، قطر، المغرب، ونتكلم عن ذوي الهمم وموريتانيا والفاينانشال إنكلوجن. والجلسة تبدأ غدا إن شاء الله 11:30 في قاعة توبكال، والجلسة الثالثة تعقبها. شكرا. Bon appétit.